حدثوني عن الجنة إن لي روحا تطير، حدثوني عن ما لم تراه عيني ولا سمعت به أذناي لا ولا خطر على قلب بشر. حدثوني يا رفاقي عن نعيم أبدي، عن حياة لا ممات، عن سعادة عارمة أشتهي فيها الحياة. حدثوني عن ترانيم الشجون، عن رفيق لا يخوني، عن 33 عمرنا فيها يطول. حدثوني كيف لا تبلى ثيابي لا ولا يفنى شبابي، وأنعم للأبد هذا والله مرادي. يا حنينا جاوز الحد مداه، حدثوني عن لباسي أرتدي فيها الحرير وأباهي بالأساور، ذهب فضة ولؤلؤ ثم بالعشق أطير. ثم ما تلك الأرائك، كيف يهدأ عقلي المشغول فيها؟ هل تزيح الحزن عني وأنينا يغزو قلبي؟ جاءني الآي بأكثر، ذاك والله مرادي. يا حنينا جاوز الحد مداه، هذا شعري يوم أعياه التعب أمشطه بأمشاط الذهب وفضة، ثم أبخره بطيب وسعادات الكون في قلبي تهب. يا حنينا جاوز الحد مداه، هذه النسمات تأخذني بعيدا وتهبني بالرضا عمرا جديدا، وتنادي خلودا فخلودا بإذنه الرب الأحد. حدثوني عن الغرف، من فوقها غرف، من تحتها الأنهار، يا أحاديث الترف. حدثوني عن لبنات الذهب، نوعين من فضة طوبة فوقه طوبة. حدثوني عن الخيمة، حلم المحسنين مجوفة عرضها 60 ميل لا يرى منهم أحد. يا حنينا جاوز الحد مداه، حدثوني عن سوق الجنة كل جمعة لا غش فيه ولا خداع، عن نفح النعيم يهب من ربي لا يباع. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فتحفو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. طمئنوني، هل ترى عيني الحبيب؟ هل أشرب من يديه؟ هل أجالسه هناك ثم أبكيه إليه؟ هذا والله مرادي يا حبيبي يا محمد عليك الصلاة والسلام. إن في القلب حديثا لحبيبي لا سواه، لصحابتي اشتياق فاق في الكون مداه. حدثوني عن لقاء سرمدي لخديجتنا وعائش، واللقاء حتما شجي في القصور الباليخات. حدثوني عن شجوني أولاقي أصدقائي وأضم أوفيائي، ينتهي فيها عنائي ونخلد للأبد، هذا والله مرادي. حدثوني عن بساتين فيها الروض الندي، عن خلود فخلود فخلود، هذا كل ما أريد. ثم قولوا سينادي يوم ذاك: أن حياة لا ممات، أن خلود لا فناء، أن صحة لا علل، أن شباب لا هرم، أن نعيم لا ابتئاس. ثم قولوا أكثر ثم أكثر ثم أكثر، وأنا شوقا أغرد وأطير يا حنيني للجنان.